قبل ما نبداو هذا الفيديو لقينا صعوبه في ترجمه بعض الكلمات التقنيه الى الدارجه واللغه العربيه. هادشي علاش هذا الفيديو فيه خدمه ونتمنوا تستافدوا. اليوم غادي نتكلم لكم على لغه الجافا ضمن حلقات برنامج واش عرفتي هذه اللغه. اللغه اللي غادي ندويو عليها عندها قصه طويله في ميدان البرمجه. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك بالقناه. نبداو على بركه الله. لغه الجافا هي لغه برمجيه كائن التوجه. وإلا بغينا نفهموا شنو هي كائن التوجه خاص نفهموا الموضوع. هي برمجه ذات نمط كائنية التوجه او شيئية المنحة، وكتسمى بالانجليزية Object Oriented Programming، وهي واحد نمط برمجي متقدم. وإلا بغينا نفهموا نمط البرمجة حتى هو موضوع بوحده، بالانجليزية Programming Paradigm، وهو اسلوب في برمجة الحاسوب. كاين بزاف ديال اللغات البرمجية اللي كتدعم عديد من الانماط، على سبيل المثال لغة C++ او لغة الباسكال. ممكن يكون البرنامج مكتوب بشكل اجرائي يعني بروسيدورال، او كائني يعني اوبجكت اورينتد، او يمكن اللغة تخدم بهم بجوج يعني تخدم بكلا النمطين السابقين. ما نطولوش في الموضوع لانه كاين بزاف ديال التفاصيل المهمة، ممكن نطرقوا لهذا الموضوع في حلقة خاصة. جافا ابتكرها جيمس غوسلينغ في عام 1992 فاش كان خدام في مختبرات شركة ميكرو سيستمز، وهادشي كامل باش يخدمها في أجهزة التطبيقات الذكية في حال التلفزيون التفاعلي. ولغة الجافا ما هي إلا تطوير للغة C++، ونهار تصوبات سموها أواك، المعنى ديال شجرة سانديان، وهي الشجرة اللي كان كيشوف فيها جيمس بالمكتب ديالو هو في مختبرات سان ميكرو سيستمز. من بعدها تم تغيير الاسم الى الجافا. مميزات ديال لغه الجافا كثيره وبزاف، ومنها السهوله وانها كتدعم مفهوم البرمجه الشيئيه، وايضا السهوله على الحصول عليها وامنه وقابله للتنقل والتنفيذ، ايضا كتابه الالعاب والبرامج المساعده، وايضا انشاء برامج ذات واجهه مستخدم رسوميه. جافا عندها صفات اللي كتخليها كتميز على باقي اللغات، من بينها انها كتلتزم بقواعد البرمجه الكائنيه التوجه، وايضا لغه اللي عندها بيئه خاصه بها اللي هي جافا فيرتشوال ماشين اللي هي جي في ام، وعندها مكتبه فصائل يعني كلاس ليبراري اللي كبيره وغنيه، وايضا مبنيه على قواعد اللغه الشهيره اللي هي سي بلس بلس. الهدف من جافا كان هو ايجاد لغه مشابهه للغات سي بلس بلس من حيث التركيب النحوي وكذلك التوجه الكائني، ومصممه باش تخدم على اله افتراضيه باش ما تحتاجش الى ترجمه من جديد عند الاستخدام ديالها على منصه تشغيل او نظام تشغيل جديد. متطلبات ديال البرمجه خاص يكون عندنا مفسر ويكون عندنا مترجم. مفسر يعني بعض اللغات البرمجيه كتحتاج مفسر كيقوم كيفسر كل سطر من البرنامج، وكتميز اللغات اللي كتحتاج مفسر بسهولة ديال الاختبار، ولكن المشكل اللي فيها انها كتكون بطيئة عند التشغيل ديالها. اما اللغات اللي كتحتاج مترجم هي اللغات اللي كتم ترجمة البرنامج وتحويله الى شكل كيفهمه الحاسوب، وكتميز البرامج المترجمة بسرعة تشغيلها، ولكن الحاجة اللي فيها ما مزياناش انها كتحتاج وقت طويل للاختبار ديالها. المتطلبات اللازمة لكتابة برنامج جافا: خصنا عدة تطوير جافا، ثانيا محرر نصوص لكتابة المصدر. الأهداف الأساسية ديال جافا أنها كائنية توجه، استقلال عن نظام تشغيل، توفر إمكانية ومكتبات للتشبيك، توفر إمكانية تشغيل برامج مكتوبة بها من حواسيب اللي كتكون بعيدة وبشكل آمن، توفير إمكانية إضافة برامج إلى صفحات الويب. الإصدارات المتوفرة من جافا: جافا اس او هي ستاندر اديشن، وهو الجزء الخاص ببرمجه برامج سطح المكتب. جافا جي 2 او هي الاصدار ديال انتربرايز اديشن، اللي كيختلف عن الاصدار القياسي انه خاص ببرمجه الخوادم والتطبيقات الموزعه وبرمجه الويب. وكاين جافا ام او اللي هي جافا ميكرو اديشن، اللي هو الاصدار الخاص ببرمجه على الهواتف المحموله، او جافا اف اكس اللي هي تقنيه خرجاتها سان ميكرو سيستمز لتطوير تطبيقات من نوع اغيا يعني
Rich Internet Applications. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تخليو كومنتار على الفيديو، وما تنساوش تشترك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.